وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عادل المعاودة، عضو مجلس الشورى. مساء الخير سيد عادل. كما تعلم سعادتكم بأن العلاقة البحرينية السعودية ترتكز على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي بناها الأجداد وتوارثتها عنهم الأبناء والأحفاد بكل معاني الفخر والتقدير والاعتزاز، يعني لو تحدثنا أكثر بخصوص هذه العلاقة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة العلاقة البحرينية السعودية علاقة كما دائما نصرح بها، علاقة نحن كشعبين، ونحن نتكلم عن شعب البحرين، نفتخر بها أيما فخر، ويزيدنا فخرا أن هذا شيء عهدناه من قيادتنا حفظها الله ووفقها لكل خير، كابرا عن كابر. فمنذ زيارة الأولى للمؤسس الملك عبد العزيز في الأربعينات للبحرين مع أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى طيب الله ثراه، ومنذ ذلك العهد وإلى يومنا هذا ما زالت هذه الأواصر تتوطد جيلا بعد جيل، كابرا عن كابر، من ملوك البلدين السعودية والبحرين. ونحن الحمد لله في البحرين. أما الشعب من الناحية الشعبية فنرى المحبة والانسجام بين الشعبين الكريمين في يعني أعلى صوره وأجملها وأبهاها. وأما على مستوى القيادة فحقيقة نحن نقول في البحرين نفتخر أن الله حبى ملوكنا وأمرائنا في البحرين بسياسة واضحة ثاقبة تجاه المملكة العربية السعودية، والتي يجب أن تحتذى بها من جميع الدول العربية والإسلامية، حيث أن المملكة العربية السعودية منذ أن تأسست حملت على عاتقها هم الأمتين الإسلامية والعربية. نعم. والكبير يجب أن يبقى كبير، وكما يقال يعني لما يكون الكبير مضحي وباذل ومتصدر لكل الصعاب هنا يكسب المكانة التي كسبتها المملكة العربية السعودية. وفي عهدنا الحاضر عهد جلالة الملك حمد بن عيسى نرى أنه منذ بداية توليه مقاليد الحكم جعل الأمر واضحا في كلمته الخالدة حدود البحرين الرياض وحدود الرياض المنامة، مؤكدا أن البلدين واحد. وكما سمعت أنا أيضا في التقرير الذي سبق عن العلاقات الاقتصادية والاقتصادية، معلوم أن المملكة العربية السعودية هي الثقل الاقتصادي الأكبر في المنطقة، والخليج أيضا هو يعني نقطة اقتصادية بامتياز. والعلاقة مع السعودية في المنطقة في الأمور الاقتصادية مهمة جدا، ونحن من حسن الحظ ومن فضل الله عز وجل علينا والتنسيق الاقتصادي بين البلدين. نعم. فتح لنا البحرين على هذه المملكة الواسعة، وما وجدنا من المملكة العربية السعودية إلا التعامل في الأخوي بأبهى صوره وأعلاها، مما يفتح الاقتصاد في البحرين، وتبقى البحرين أيضا تخدم الاقتصاد السعودي فيما تستطيع هي بالانطلاق يعني من ميناءها ومطارها وغيرها. نعم. إضافة إلى ما في السعودية طبعا من إمكانيات هائلة، وهذا لا يزيدنا إلا قوة وتوفيقا في الاقتصاد وفي غيره. لذلك أعتقد أن مثل هذه الزيارات على هذا المستوى الرفيع العالي تصب في مجال ما نحتاجه نحن اليوم من اتحاد ومن قوة. نعم. ومن تماسك، والاتحاد لا يكون فقط صوري وكلام، ولكن واقعي، تكامل اقتصادي سياسي في كافة المجالات. نعم. السيد عادل المعاودة عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.